مساء الفل المسلسلات والافلام زي مهمتها التسليه والترفيه والمتعه وطبعا تقضيه وقت لطيف للمشاهد ساعات بيكون دورها اكبر بكتير وانها تغير حاجات غلط كتير في المجتمع وكمان تناقش قضايا جديده ناس كتير بتعاني منها بيبقوا محتاجين ان صوتهم وقضيتهم توصل للمجتمع كله عشان يوصلوا الحل زي ناديه بطل القصه حقيقيه النهارده اللي بعتت تقول لنا انا شفت حكايتي في مسلسل تحت الوصايه لدرجه اني حسيت نفسي منى زكي في محنتها مع تفاصيل تانية اغرب واصعب وشفت كمان بحكم مشكلتي حكايات تانية لستات كتير زيي قصصهم تنفع تكون جزء تاني للمسلسل بقصص وزوايا جديده ناس كتير ما تعرفهاش يا ترى ايه مشكله ناديه اللي شبه المسلسل طب ايه التفاصيل الجديده اللي في حكايتها تعالوا نسمع القصه من اولها ونشوف ناديه بعت لنا تقول لنا ايه اسمي ناديه ارمله وسني 34 سنه وعندي بنتين فدوى 10 سنين ويسر 5 سنين اتجوزت وانا عندي 23 سنه من جاري بعد قصه حب فضلت سنين قبل الجواز احمد خريج تجاره بس طول عمره بيحب مجال صناعه الملابس وكان إنسان شهم وجدع وأصيل وفي كل الأخلاق النبيلة اللي ممكن تحلم بيها أي بنت ده غير إنه كان إنسان طموح ودايما عايز يعلى ويبقى حاجة كبيرة مش عشان نفسه لكن عشان أسرته وكل اللي حواليه وبعد جوازنا بثلاث سنين قال لي تعالي معايا مشوار ورحت معاه وأنا مش عارفة رايحة فوجئت بمصنع ملابس كان لسه على الضيق وقال لي مش هتقولي لي مبروك على مصنعنا الجديد ولا ايه؟ وبقيت مش عارفه ارد اقول له ايه؟ وانا ماشيه في المصنع اللي جوزي اسسه بتعبه وشقاه بعد سنين طويله من الشغل وتحويشه القرش على القرش من غير ما يشتكي من التعب والسهر وقله النوم والمجهود الرهيب اللي كان بيبذله مشكله احمد الوحيده بالنسبه لي كانت في اخته اللي طول عمرها بتغير مني خصوصا لما كنا لسه بنحب بعض قبل الخطوبه والجواز انسانه غيوره فوق الوصف ويا ما حاولت توقع ما بيننا وتقنعه يتجوز من واحده صاحبتها كانت عامله عليها شخصيه بحيث تضمن <applause> انها تبقى تحت طوعها وتمارس عليها دور الحما من غير ما تعترض ولما كل خططها فشلت بقت تضايقني بعد الجواز بالكلام اللي بيتقال من تحت لتحت لكن أحمد كان دايماً بيوقف لها ويحرجها وفي مره قال لها من الآخر كده يا أماني أنا بحب مراتي ومفيش مخلوق هيقدر يتدخل بينا ولو بتحبي أخوكي بجد يبقى لازم تحترميها وتعامليها كويس يا إما هتخسريني وكان دايماً بيدلعني ويعاملني أحسن معامله قدامها وقدام بقية أهله سواء باباه ومامته وأخته التانيه وكلهم بصراحه كانوا كويسين معايا لحد ما جه اليوم اللي ما كنتش عامله حسابه لما لقيت الباب بيخبط وناس من المصنع داخلين عليا وشايلين جوزي وبيقولوا لي ببقاء لله سكتة قلبية والسر الالهي طلع في لحظة من يومها وفي ستارة سودة نزلت قصاد عيني حاسة اني في كابوس مستنية فوق منه ويطلع كل ده كدب بس للأسف بقى ده حقيقة ومش قادرة لحد دلوقتي استوعبها ولا أتعامل معاها أنا او بناتي اول حاجه البقاء لله يا ناديه بس ايه اللي حصل لسه في تفاصيل تانية كتير تعالوا نكمل لا انا ولا احمد الله يرحمه خطر على بالنا انه ممكن يموت بالسرعه دي عشان كده ما حدش فينا حط احتياطه ليوم زي ده ومن بعد الوفاه دخلنا في قصه المجلس الحسبي وحمايه بقى هو الواصي على المصنع والمتحكم في كل كبيرة وصغيرة في حياتي أنا والبنتين وظهرت أخت جوزي على حقيقتها يا سالي وقد إيه كانت بتكرهني وخدت راحتها على الآخر بعد ما مات الراجل اللي كان بيحميني منها ودايماً بيوقف لها أخت جوزي يا سالي ملت دماغ حماية وبقيت أهله إني بحب حد تاني من الناس اللي في المصنع وإني بخطط إن أتجوزه عشان نسرق من إيراد المصنع لحسابنا مع إن المصنع أصلاً يعتبر مصنعي مصنع بناتي احمد الله يرحمه كان دايما بيقول لي كده كان بيقول لي انه بتاعي وليا فيه زيه بالظبط عشان وقفت جنبه وسندته وشجعته لحد ما كبره وكنت بشتغل فيه معاه وعارفه فيه كل كبيره وصغيره وفجاه بقيت اتعامل في ورث جوزي وبناتي كاني واحده غريبه بتشحت مع قايمه طويله من التحكم ممنوع اهوب ناحيه المصنع باي شكل من الاشكال ولو احتجت حاجه اطلبها من حمايه وهو يشوف ينفع ولا لا معظم العمال اللي كانوا في المصنع طفشوا وكانوا بيجوا لي لي من اللي بيحصل ما عارفه اعمل ايه بعد ما حمايه بقى واحد تاني معايا ما بعرفش اناقشه ده غير ان هو وولاده بقوا يدوروا مصنع بشكل غلط اثر على المبيعات بشكل كبير لما حاولت اتدخل قال لي بكل برود دي ظروف السوق احنا مش مقصرين ده غير ازمه تانية يا سالي حمايه بحكم ان هو اللي بيصرف على بيتنا بقى يتدخل في تربيتي للبنات ومخلي نفسه قدامهم ان هو اللي بيجيب لعب وحاجات بيحبوها والبنات بقت تكسر كلامي وتسمع كلامه واي حاجه يجروا يحكوا له ويشتكوا مني وهو يمشي كلامهم مع انه خرجهم من مدارسهم الخاصه بحكم انهم مع الولايه التعليميه وأهمل في الصرف على دروسهم الخصوصية بحجة إنها مش مهمة والبنات البنات بقت تروح تقعد في بيت حماية اللي معانا في نفس الشارع بقوا يتربوا بطريقة عمتهم ودرجاتهم بقت وحشة خصوصا بنتي الكبيرة بعد ما كانت من الأوائل قصاد كل ده إيدي مغلولة وصباعي تحت درسهم ومش عارفة أعمل إيه وكأن الظروف والقانون بيقولولي تولدي أه تربي أه تشيلي المسؤولية أه لكن تصدقي نفسك ان ليكي حقوق ويبقى ليكي الولايه او الوصايه على ولادك لا وفي المجلس الحزبي وعلى السوشيال ميديا يا سالي شفت مهازل ستات بتتم مساومتهم من اهالي جوازهم ويتقال لهم يا اما تتجوزوا اخو الزوج اللي احيانا بيكون متجوز ها ومخلف يا اما مش هتشوفي مننا ابيض ولا اسود ده غير ستات تانيه بتتسرق او مشاريع جوازها بتبوظ مش عارفه تثبت تحكمات ما يتحملهاش بشر ساعدوني بالله عليكم لحد هنا وخلصت رساله ناديه رساله مش مجرد ان تبقى قصه شخصيه لواحده مثلا من الناس اللي بيتفرجوا على البرنامج او بتلجا لنا قد ما هي ممكن تبقى حاجه كده زي جرس انذار لكل مجتمعنا تفتح الباب اننا نناقش موضوع مهم جدا بتعاني منه أرامل وأيتام بعد ما بنشيل الوصاية من عند الأم أو الأب بيتوفوا تبقى الوصاية لأهل الزوج بس هنا بقى في سؤال تاني تفتكروا لو اتغيرت القوانين وده كله هيبقى في مصلحة الأم الأرملة وأولادها هل 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 كل الأمهات هتكون أمينة فعلاً على الميراث؟ طب ما إحنا بنشوف تفتكروا لو كل حاجة اتغيرت أو القوانين اتغيرت لمصلحة الأم أو بقيت معاها هي هيبقى ده صح طب ما احنا بنشوف أمهات بترمي عيالها في الشارع وتروح تتجوز. بنشوف أمهات تانية عادي رامية الليلة زي ما بيقولوا. طب نسيب الحال على ما هو عليه؟ طب في حل تالت؟ طيب نعمل إيه؟ <applause> استنونا بعد الفاصل. الطبيعي إننا لما بنختلف مع بعض في موضوع أو مشكلة ما نعرفش نوصل لحل، حل وسط يرضي جميع الأطراف بنروح للدين والقانون والعرف ونشوف بيقولوا ايه عشان نفصل بين المختلفين لكن المشكلة إن في قضايا اتحطت لها قواعد من الفقه والقانون عشان تحفظ الحقوق لكن البشر أساءوا استخدامها أو الظروف اتغيرت وبقينا محتاجين نناقشها من أول وجديد زي قصة ناديه وبناتها الاتنين اللي أبوهم كان فاتح مصنع ملابس فجأة هو توفي في سن صغير من قبل ما يحط وصية حتى فبالطبيعي اتنقلت الوصايا لوالده اللي بقى المسؤول وصادق قانون والمجلس الحسبي على ميراث ابنه ومدارس بناته وأساء الحما حق الوصاية وتعرض المصنع لخسائر كبيرة جدا ونقل البنتين من مدارسهم الخاصة وفي الآخر عانت نادية من تحكماته في حياتها وحياة بناتها وعشان كده منورانا ومشرفنا النهارده دكتور هاله منصور واستاذ علم الاجتماع ازيك يا دكتور اهلا منوراني اخبارك ايه ربنا يخليكي ميرسي ايه رايك بقى في قصه ناديه النهارده تقولي ايه ولا إيه؟ رايك ايه ولا شفتيها قدامك قد ايه كل حاجه شوفي هي قصه ناديه مكرره، مكرره بدرجه كبيره جدا مم. في الواقع بتاعنا كل الاطراف عندهم مشكله. مم. سواء ناديه او حماها او اخت جوزها. ناديه عندها مشكله ان هي مش مدركه انه جوزها خلاص بس توفى. هو واقع الصدمه برضو يا دكتور في ناس بتقعد شويه على ما تستوعب يا حرام. لأن جوزها اللي هو كان دايما بيدافع عنها وكان بياخد لها حقها وكان دايما رافعها على المجد على الحال. اه خلاص ما بقاش موجود هي كمان بقى عندها هم ومسؤوليه اكبر من الاول كان لازم نوع من انواع او قدر من الذكاء الاجتماعي للتعامل مع الواقع الجديد لا يا دكتور يعني تضطر ان هي تتعامل مع حد بيكرهها وحد يصدق عليها ان هي بتحب واحد في المصنع ده ذكاء اجتماعي؟ هو هي عارفه من الاول ان اخت جوزها شرانيه وست مش كويسه اتعامل معاها ازاي لو انا قابلت الدوايات دي؟ دايما بتعمل ده ما كانش ينفع كان لازم تكسب طرف من الاطراف ما هو هي كانت كان حماها, حماها معاها هي أو. ميته. كان الاول حماها وحماتها و باقي اخواته معاها لو حد صدق عليا كلام اكسب وده ازاي؟ اكسب طرف من أطراف يعني آه لازم لازم في بعض الاحيان آه بنبتدي نتصرف بالمواضيع بقدر من الذكاء مش التلقائيه العاطفيه، التلقائيه العاطفيه التلقاييه العاطفيه قوي وتعب نفسي مش. ومجهود قوي يا دكتور معلش لازم لازم يحصل آه فكان لازم آه بقدر ما م. ان احنا نحاول ان احنا ما نختارش كل الاطراف مره واحده اللي هو لو تسمحي لي اتكلم باللغه الدرجة او العاميه العاديه ان انا اخد مصلحتي ابقى نصحى وانا باخد مصلحتي انا ليه مصلحه الواقع محتاج آه. كده لان التلقائيه والتعبير عن العواطف بشكل مباشر بقى م. بيخسرنا كتير قوي م. الحاجه الثانيه هي لو لو بذكائها قدرت ان هي تكسب حماها او حماتها او اي طرف تاني يقف جنبها هيبتدي يعوضها شويه عن الزوج. عن فقدان الزوج فقدان طب الزوج. هي حاسه انها مظلومه قوي يا دكتور يعني ما هو احساس الظلم هي طبعا مظلومه مم. بس هو الواقع لازم نتعامل مع معطيات الواقع مم. هي مظلومه والله يكون في عونها يعني حضرتك شايفه لو انت بتقولي ان احنا نتعامل مع الواقع حضرتك شايفه ان احنا لازم نحط دايما سيناريو الموت قدام عينينا يبقى برضو بنفكر فيه؟ يعني بتقول هو راح في سن آه صغير لا هي هيحصل كناش على حسابنا خالص سيناريو الموت بالذات هيتعب ويمكن آه. من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الانسان انه ما عرفوش عمره هينتهي إمتى طبعا آه لكن احنا بنقول كل ما بتتغير الاوضاع لازم نثبت شويه آه لازم نخرج شويه من الصدمه ونبتدي نحلل الواقع طب لو احنا بقى هنحلل الواقع اختها دي اخت جوزها حضرتك شايفه دي ايه؟ يعني دي تتعامل معاها اصلا ولا ما تتعاملش خالص أه شوفي حضرتك ساعات بتبقي محتاجه تتعاملي مع عدوك عشان تعرفي تتقي الشعر. امم لان لو حطت نفسها دايما في عداء مباشر وفي صراع مباشر معاها هي هتخسر ما هو خلي بالك انا سالتك عليها عشان انا حاسه ان هي اللي متحكمه طبعا هي هي, هي الثانيه اكثر ذكاءا اه عارفه تسيطر على الاب والام اه انا حاسه كده وعارفه ازاي توقع بينهم وبينها لان هي هي قالت ان الاب والام كانوا كويسين جدا معاها آه. بس هي دي بعد ما الزوج اللي هو كان الحاجز اللي بيحمي توفى اصبحت هي مباشره مع الاب والام مع طبعا حزن الزوجه ومع طبعاً. مسؤولياتها ومع الصدمه ما كانتش قادره ان هي تتحكم في تصرفاتها او ردود يعني أفعل. لو حضرتك بتقولي ما كانتش قادره تتحكم في تصرفاتها حضرتك لايمه عليها في جزء ان البنات بعدوا عنها أنا مش, يعني مش بلوم مش بلوم عليها قعدت في أحزانها شوية وسبتي البنات فالبنات هم اه مش بلوم عليها أنا بقول لها انتبهي أكتر عاجبة عليها يعني اه يعني ما ينفعش يعني بالظبط يعني أنا بنصحها أكتر مم. من إني بلوم عليها جميلة يا دكتورة <applause> <applause> ربنا يخليكي أنا بنصحها حاولي تكسبي لأن ده وضع خلاص وضع وضع قائم آه آه ولازم حطي قدامك البديل آه وابتدي اختاري أنسب بديل الحياة كلها عبارة عن تخطيط لازم يكون عندنا طب أنا لو عملت كذا هوصل لكذا طب م. لو عملت كذا هوصل لكذا فأنا عايز أقولها حطي البدايل قدامك وجربي جربي انك تتعاطفي شويه مع الاب جربي انك تحسسيه بابوته وان انت زي بنته جربي م. انك تستعطفيه في بعض الاحيان ده ممكن يرجع لها حقها يا دكتور بصي الحق نسبي يعني هو الأب انا, حاسس... أنا عايزه اسمع الجمله دي يعني ايه الحق أه. نسبي الحق نسبي، الأب حاسس إن من حقه إن هو يربي البنات بطريقة معينة، بقدر من الذكاء أقدر أستقطب الأب وأدخله ونبقى مع بعض في تلم... إدارة يعني مش لازم هو يدير أو يعني أنا حسيت من ال... من الحكاية آه. يا هو يدير يا أنا أدير. أنيه واخدها ندب بالند دي حاجتي مصنعي أنا آه. زي ما آه. هو قال لي. مش هينفع. آه. خلاص هو مصنعك ما كتبهولكيش، هو مصنعك رسمي وقانوني مش مصنعك. ده مصنع آه طيب. العيلة ومتحكم والولاد. في كل حاجة دلوقتي آه. فلازم يبقى إنه احنا بالحيلة وبالطريقة باللين أوه. وبالطريقة الكويسة وبالمساعدة وبخطوة خطوة مش لازم نجيب اخر ما عايزين نشوف بقى دكتور وبالقانون ممكن بالقانون. نعمل ايه؟ بالظبط كده معانا مداخلة مع رجل القانون المحامي الاستاذ احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد الو اهلا بحضرتك فندم اهلا بحضرتك ازيك اخبار حضرتك ايه يا استاذ احمد؟ يا رب الحمد لله قولي بقى ممكن نعمل ايه يا استاذ احمد؟ فيقول الاجراءات اللي ممكن تعملها نادي عشان تحافظ على اللي متبقي بقى من المصنع. لا هو أولاً لازم في حاجه، اولا طبعا الجد هنا هو بيمثل نفسه لان هو وريث إنه هو ولي السوسي طبعا. اثنين هو بيمثل ولي طبيعي على القصه وانا بوضح هنا بس عشان بس احنا استخدمنا لفظ مش دقيق، احنا قلنا الوصايه. آه. هو هنا ولي، في فرق بين الولي والوصي. ايه الفرق بين ال... بين الولي والوصي آه آه. الولي م. ده بقوه القانون هو النائب عن القصر زي الاب كده اه زي اما الوصي ده بيتعين بقرار من المحكمه ممكن تكون الام او غيرها يعني ده الولي تكون... ده اللي بتنتقل لكل الحقوق لما يموت الولي الحقيقي بالظبط كده. ايوه لانه اه ممكن يكون في فعلا غلط ان حتى ناديه وهي بعتها في القصه بعتها بتقول ان هو الوصي واتنقلت آه. الوصايه، لا هو دلوقتي هو الولي، فهو دلوقتي هو الايد العليا بقانون. فانا 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 طبعا حبيت اوضح التفاصيل دي، اتنين طبعا هي كان خن... هي في خطا عندها صغير. اللي انا فهمته من الحديث ان هي كانت بتتواصل مع العمال من وراء الجن. طب وايه المشكله؟ اه فبالتالي هو حس ان هي يعني ال 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 الوشايه بتاعت اخت المرحوم صحيحه زي ما الدكتور كانت بتقول ان هي حاطه الند بند او راس يعني اهو اه اه ما فيهاش حاجه حل تاني آه. رغبه انها تدير من بعيد او انها تتدخل في الموضوع فتم تصديق او الروايه بتاعت اخت المرحوم بقت اكثر دقه المهم م. اللي هو في الموقف ده بقى طبعا احنا هنا هنا عشان هي تاخد حقها هي أوه. المساله حاجه من اتنين يا اما الاصل ده بيتم تقسيمه او بيعه او مساله الاداره. لا انا اللي انا بقوله بقى لو الولي ده اساء استخدام الولايه او الاداره او ان هو يبقى هو المتحكم في كل حاجه بنعمل ايه؟ بنلجا للمحكمه ولو هو سقط عنه اسباب في في معايير معينه مم. ليه ان هو يكون مؤهل ان هو يكون مؤهل. ايه بقى المعايير المعينه عشان انا عايزه حتى الفيديو ده هحطه على السوشيال ميديا الناس كلها تشوفه ايه المعايير المعينه اللي المفروض الولي لما بتنتقل يعني لما لما اب بيتوفى وبيجي بقى الجد هو اللي ماسك الفلوس وماسك كل حاجة الحقوق التعليميه وماسك كل حاجه ايه بقى الشروط اللي تخليه مؤهل عشان يعمل كده في الام وعيالها يعني وبعد. يكون عنده هو نفسه في تصرفاته نفسه ان هو يكون عنده اهليه وجوب اهليه اداء يعني ما يكونش عنده عوارض من عوارض الاهليه يعني ايه لا انا عايزه يعني عايزه حاجات مبسطه يفهمها يعني المواطن البسيط هو لو, بسيط. لو سنه كبير مثلا وصل لمرحله التخريب فهنا مم. ده ما ينفعش ان هو مساله يدير سن من سن قطر... كام يا فندم يا استاذ احمد يعني احنا بنتكلم على حاله مش سن اه يعني ممكن فبكلم. واحد عنده 80 سنه ولسه متزن صحته عنده... تمام 60 سنه وحصل عنده خلل آه... نفسي ولا حاجه اثنين لو لا قدر الله برضو عنده عقوبه جنائيه. عقوبه جنائيه، يعني ممكن والد يكون عنده قضايا شيكات، قضايا حاجه. دي ممكن تسقط من عليه الولايه على عيالي لو لا قدر الله حصل. الاداره، آه. الاداره، الاداره بتاعت العمل المالي ده. كويس؟ في كمان في قيود عليه يعني آه. الراجل ده لا يجوز ان هو يتبرع من المال القاصر ده باي مال. يعني, يعني ايه؟ يعني يدفع صدقات او 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 زكاه ممنوع. لكن ممنوع ممنوع يدفع ممنوع. زكاه من المال. ممنوع. ممنوع ويجب ان هو يقدم دقيق. كشف حساب اه ممنوع يتبرع لانه ما ينفعش يتحكم في المال ده اه ويجب ان هو يقدم كشف حساب للقاتل لما يتم 21 سنه هو عمل ايه وصرف ايه وفضل طب إيه؟ انا عايز اسالك على حاجه هل فضل. بعد ما احنا شفنا في قصه ناديه النهارده في قصه حقيقيه ان هو ينقل الولاد من مدارس خاصه ودروسهم الخصوصيه ويوديهم مدارس تانيه الولايه التعليميه ده معناه ايه الولايه التعليميه لما هو يبقى كده هل ده ينفع يبقى يبقى هو الولي يعني لو احنا بنتكلم على على ان هو يبقى سليم في كل حاجه يعني احنا هنبص الموضوع ده من من معطيين اولا آه. هو كان في مدارس خاصه بفلوس ومواد مدارس ثانيه اقل تكلفه فهي آه. برضو نقلت لينا ان الظروف الاقتصاديه بتاعة المصنع اتغيرت ما ده اكيد مش يقول. من مصلحه الاولاد انا حركة لحضرتك على حاجه لما اتنين بيخلفوا اول حاجه بيقول انا هصرف عليها التعليم ومش هقصر مع اولادي في قرش في التعليم يعني آه مش دي. لازم ياكلوا مش لازم يخرجوا مش لازم ما في ترفيه بس في تعليم انا بديلهم سلاح التعليم هل انا لما تيجي تقول لي الظروف الاقتصاديه فانت نقلت الولاد فمعادهم معاهم فالعيال بقوا شبه عمتهم في الاخر وبيكلموا بطريقه عمتهم ورافضين كلام مامتهم عموماً عموماً انا انا دخل ازاي يعني ناديه دي تعمل ايه دلوقتي بص حضرتك عموما القانون في صف ناديه ازاي ليه ليه بقى ها؟ ان القانون اعتبر حق الولاية تعليميه تابعا للحق في الحضانه ومرتبط بيه يعني ليه الحضانه هي ليها الحضانه كأم يعني لو حتى الزوجة عايش وحصل مشاكل بينها وبين زوجها كان الحضانه بقى الولايات التعليميه ممكن تاخدها ليها هي فتقدر تتقدم لقاضي الامور الوقتيه في محكمه الاسره بطلب تقرير ولاية التعليميه ليها وبناء عليها هيصدر لها قرار أوه. تبدا هي ما فيش حد يملك اللي هو انا تمام في دي يا استاذ احمد بس انا عايزه حاجه قبل ما اروح للمحاكم واروح للقاضي وابدا اعادي هل في حل تاني انا ممكن اقدر استخدمه قانونا قانونا لهم انا ليا واحد اثنين ثلاثه اربعه حتى لو انا عامل قاعدة قعده عرب قعده زي ما بيقولوا؟ الامور الامور بتاخد طريقين يا اما آه. قضاء يا اما رضاء ما هي رضاءً. بقى انا بقى عايز عايزك تقولي كده رضاءا انا اروح اقول ايه؟ هي تروح تقول الكلمتين ازاي؟ ان هي آه. مشكلتها ان هو الوشايات اللي حصلت فيها هي قالت ايه؟ قالت ان إيه؟ ما فيش لغه تفاهم بينها وبين الراجل لانه وقعوا ما بينهم الاخت باخت الجوز آه، آه، عملت كل ده تبذل تبذل مجهود زياده عشان توصل انها تكلمه وتديله وترجع له الثقه في ان هو اي هواجس عندهم من اي حاجه لازم تامنهم وتطمنهم ان هي الهواجس دي مش موجوده يعني لو في آه. حاجة مثلا انها تتجوز وتتجوز حد مثلا كان شغال في المصنع سينيور او في مكان معين آه. معناها ان هي عايزه تبقى برضه تدخل في اداره المصنع وتبقى مسيطره عليها وهل ده مش اللي... مش حق من حقوقها يا استاذ احمد في ملكها؟ لا, لا هو حق من حقوقها بس آه. هو الموضوع ده هاجس عندهم ان الاولاد يتربوا مع حد تاني وان هو الكلام ده كانه بيوجه ضد الجد اه إيه؟ بس هي هي, هي... لو اللي انا بحس على سؤال بس هو تريكي وده هختم بيه مع حضرتك سؤال كده ايه يعني بفكر فيه لو هو دلوقتي ليه الولايه زي ما حضرتك قلت وسقطت و من عليه الولايه بتروح لمين بعدها هتكون لي هي يعني لو لو هي هتبقى اثبتت انه الجد ده غير كفء ومش وممكن تبقى قواه العقليه مش سليمه او انه بيتصرف تصرفات غلط او انه صحته ما تنفعش هتكون هي المتحكم في الفلوس انا بتكلم مش بتكلم على الوصايه ايوه بتكلم ايوة. على الولايه هيصدر قرار من المحكمه آه. بتعيينها وصيه على ابنائها الاسره وانا مسؤوله عن فلوس عيالي مسؤوله عن اداره كل حاجه مع محكمه الاسره بس هي المسؤوله كانها يعني الجد بالظبط انا بشكر حضرتك ونورتيني مش جدا يا استاذ احمد نورتنا ايه رايك بقى يا دكتور انت رايك انا طبعا انا عارفه بيتهيالي يعني هستشف رايك كده انت مش هيبقى رايك ان المحاكم خلاص تبقى اول حاجه لا ولا المحاكم ما تبقاش اول حاجه لا, آه. انا رايي ان هي زي ما قلت لحضرتك مم. تحاول تتفاهم تحاول تقرب المسافات بلاش تحط منطق الصراع قبل منطق التفاوض ان انا بتفاوض مع نفسي اولا هو انا عايزه ايه وايه البدايل اللي قدامي الحاجه الثانيه برضو الجزئيه الخاصه بتربيه البنات البنات بداوا يبعدوا عنها وده دليل او تاكيدا على انه الذكاء الاجتماعي في التعامل كمان مع الولاد بدا يبقى ضعيف. او على انه في مكر ودهاء من عمه طب ما هو المكر ودايما بيقول لك البنت لعمتها فممكن <applause> تلاقيها شبه يعني هو هي الام أه. برضه وهم في مراحل سنيه صغيره الام ممكن تكون قريبه منهم اكتر فهي أه. انا بقول لها تقرب من ولادها ما تحطش دايما بذره الصراع في الاول. طب ليه الاب او كل اب في البيت بيسمعنا مفروض ان هو يحط يعني حتى ولو واحد في الميه ان هو ممكن ما يبقاش موجود بكره فيبتدي يامن ويكتب لل للست او لمراته ورثه آه ما يضمنش الست نفسها حتى بصي حضراتي. حتى انت يا دكتور بتقولي ممكن تعمل ايه يعني قولي لي كده اوحش حاجه ممكن تعمل ساعات في بعض الزوجات آه لو كتب لها ممكن بعد شويه له انا مش عايزاك خلي بال حضرتك الذمه ما ينفعش اللي... يكتب انه يعني ما اعرفش بقى قانون ولا يكتب انه لو ت... لما توفى هي تبقى متحكمه في ورثه آه شوفي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى حط الشرع مم. بتاعه للتعامل مع كل حاجه والشرع بتاع ربنا هو دايما الصح يعني احنا ما نقدرش نزيد على ربنا طبعا لانه كل ما بيبقى عندنا احنا بيبقى عندنا قصور ساعات طبعاً. في التفكير ساعات بيبقى عندنا يعني قصر نظر ساعات بيبقى عندنا انفعال بالحاله لكن ربنا سبحانه وتعالى شرع كل حاجه تعالي بقى نسمع راي الشرع أي... والدين انت كل شويه تديني مدخل <applause> من مداخل ويبقى <وممعي> معايا مكالمه اوكي <applause> <applause> يلا بينا معانا مداخله مع رجل الدين الشيخ رضا نصر الدين كبير ائمه بوزاره الاوقاف سلام عليكم يا شيخنا الله يباركك فن اخبار حضرتك ايه تمام الحمد لله فن انا بقى عايز اسال حضرتك على حاجه لانه في حاجه اتكتبت في الرساله والعهده على الراوي بس انا هسال حضرتك فيها بتقول انه ما فيش حاجه مكتوبه في القران انه الست ما تبقاش ليها الولايه أول وصاية على أطفالها وإنه ده كلام من 1400 سنة والكلام ده كان بيتقال زمان لأنه الست آه إنه كانت بتقعد في خيمتها فده كان اجتهاد من من فقهاء ومن المذاهب يعني علماء المذاهب عشان يقولوا كده إن مش مش هتقدر تتحرك كتير فقال لك ندي الولاية لجد العيال. لا طبعاً كلام غير صحيح يا أمال إيه بقى الصحيح يا مولاي؟ لا حضرتك إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إيه الله. أي إنسان بيموت ويسيب تركة في حقوق متعلقه بالتركه آه. منه غسله تكفينه ودفنه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه طبعا الميت ده لو اوصى هذا الرجل لزوجته بان هي بعد الوفاه حضرتك بعد الوفاه ان لها الولايه العامه على أولادي القصر جاز ذلك بلسانه مش, مش لازم يكتبها مش لازم يكتبها يا مولانا ممكن يقولها بلسانه يقول انا مراتي و... هي المسؤوله عن عيالي لو مت انا وفلوسي. مش نعم الورثه هيقولوا لا ما حصلش اه طب اعمل ايه هعمل حس... حق... وصيه واقوم بتسجيلها في الشهر العقاري يعني ده مش حرام يا شيخنا انه يكتب امواله لما يموت يقول لما اموت هي تاخد لا لا آه. هتبقى هي قائمه على اولاده القصه آه، بعد المسؤولية. المسؤوليه بس لكن مش الفلوس لا مش فلوس. طب و الفلوس طب والفلوس؟ آه طب ما انا هشيل المسؤوليه هدفع منين مصاريف العيال؟ يوصيكم الله أولادكم في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ايوه نهايه الايه قال من بعد وصيه يوصي بها او دين الايه اللي بعدها من بعد وصيه يوصينا بها او دين من بعد وصيه توصون بها او دين من بعد وصيه يوصى بها او دين قال غير مضر اه حضرتك يا استاذ غير مضر ما يخش فيها ضرر فحضرتك بعد غسل وتكفين وسداد ديون وتنفيذ وصاياه ايه اللي بيحصل؟ يرفع الامر للمحكمه مم. عن طريق اعلام وراثه ايه. كل واحد بياخد حقه طب في ولاد كسر ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى؟ نبص الاول بقى هل في مستند شرعي يقول ان الاب اوصل انسان معين؟ آفيه. اه في الموضوع انتهى حضرتك القصه النهارده بتتكلم عن حال في 25 مليون و500 الف اسره في مصر الله عليك يا شيخ في 3 مليون ارمله آه. يعني مش كله بيخلي باله من الحته دي آه. الموضوع ممكن انهيه خالص الارض آه. حضرتك زي السيده هاله ما بتقول الموت ياتي بغته طبعا انا وصيت زوجتي كل اللي هعمله ان انا هعمل وصيه هذه الوصيه بيبقى فيها كالاتي ان مراتي او زوجتي هي الوصيه على اولادي بعد وفاتي فقط لا بتنفس كبالاموال بقى كبالتربيه ككل حاجه وكل حاجه تتولى طب انا عايز اسالك على حاجه يا مولانا لو احنا عايزين اذا ثبت عدم آه. اهليتها اه لاداره هذه الاموال تنتقل لكذا يرفع الولي اللي هو اللي هو الجد أو, أو الجد أي. بيرفع أمره للقاضي دي حلوة دي حلوة و... وتحل كل الأطراف أنا بقى عايز أسألك يا مولانا هل لو إحنا فكرنا اننا نقول للناس زي ما حضرتك بتقول كده انه كان في هجوم من بعض الشيوخ على المسلسل اتقال لك انتوا عايزين تغيروا وان ده عداء شديد للدين وما تقولوش كده وان راي الفقهاء لازم نسمعه هو احنا مش كل لكل زمن ساعات بنبقى محتاجين حاجه تمشي مع زماننا دلوقتي الله يسترها معاك فعلا الله يخليك ويسعدك الاحكام بتتغير بتغير مم. الزمن مم. دي قاعده فقهيه حضرتك موجوده. يعني دي قاعده فقهيه انه ان احنا أوه. لازم كل شويه أوه. نجدد او ولا نشوف اه. تغيير الاحكام بتغير الزمان. اه. حضرتك الـ الـ المرأة ايام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاة والسلام. لم تدخل جامعة ولا تدرس الاقتصاد. اه. النهارده دكتوره في ما الاختصار. كانش فيه ايوه. وتدخل الجامعة وحضرتك تولت الحكومة. طب الرئاسة. عندنا رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب. ايوه في كذا رئيسة فعلا. ايوه. فعل. أيوه. وعندنا علماء في الاقتصاد من النساء. مم. وعندنا على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه السيده عائشه كانت تقوم على مم. بنات اخيه. اه يعني احنا نقدر ان احنا أخيه. نغير دلوقتي يا مولانا انه الوصايه نبتدي بقى ان احنا نغير في خطابنا مع الناس وان احنا نقول انه ممكن نعمل الوصايه دي وان هي تتنقل للام بعد ما شفنا اللي بيحصل في المجتمع صح؟ اه نعم بس هقول لحضرتك الحاجه فت... ما عملش والموت اتى مم. اولى الناس بالوصايه مين؟ بالولايه؟ اللي هو الاب، اللي هو الجد. مش الام؟ لا أولا مش اللي ربت رب وحملت رب. وتعبت واللي الجنه تحت اقدامها يا مولانا. استاذ سالي انت بتتكلمي في شرع. اه الشرع بيقول ان النفقه واجبه على مين؟ اه الرجال قوامون على النساء، ليه يا رب؟ بما انفقوا؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. وعلى مم. المولود له رزقه على على مين؟ على الاب. اه. طب الاب مات يقوم مقامه الاب اللي هو الجد. ده 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 الكلام ده منين يا فقهاء؟ انا حضرتك سامع الحوار آه. ان هي بتقول ده كانوا قاعدين على خيمه ومش خيمه. ايوه. اجتهاد الفقهاء بياتي بدليل من القران ومن سنه النبي صلى على الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام، يعني احنا ما نقدرش ان احنا يا مولانا احنا يا مولانا انت قصدك ان احنا ما نقدرش ان احنا نغير دلوقتي أنا ولا تقبل التغيير من الفقه هو ليه قال ان الولي يكون اب آه. لان القران الكريم في الايه رقم 133 من سوره البقره ايوه ربنا سيدنا يعقوب عليه السلام قاعد مع اولاده فبيقول لهم انتم بتعبدوا مين؟ قالوا نعبد الهك واله, أباك. ابائك, ابراهيم واسماعيل واسحاق آه. و آه. فسيدنا يعقوب ابو سيدنا اسحاق وأم آه. وحم سيدنا اسماعيل وابو سيدنا ابراهيم أيوه. القران الكريم كله اطلق عليه كلمه اب آه. من هنا الفقهاء قالوا ايه؟ لو فقد الاب قام الاب مكان الايه؟ الابن راح اه انه يعني يبقى راجل واقف في ظهره ويعرف يرد ويعرف يجيب الحق و على حاجه مم. هي تشتكي لان هي سايبه ان هو سايب مصنع واموال بتروح وتيجي اه لو كان هو معشر مات وعليه دين آه. ما مش موظف ولا حد يعرف <applause> في ناس كتير كانت هتهرب وتقول لك دعوه ما سددش لا الدين. يا فندم لا ده أه. لازم الله يبارك لك كل ده لازم بالترابي الناس ونقول له تعالى ده او تسامح إنت... بقى في الدين لو كان هو مسامح انا, أنا بشكرك لا. ونورتنا يا فندم تعالى ربيهم معايا وحضرتك بترفع عمرها للقاضي طبعا والقاضي بيحكم بنفقه اسمها نفقه الاحفاد وبيجبره مم. المادة رقم 38 من قانون الأحوال الشخصية الصادر آه. عام 2000 آه. القانون رقم واحد أنا بشكرك يا مولانا ونورتني وعلى راسي وتسلم لي وشكرا دكتور هالة أنا عايزة بقى أتكلم معاكي شوية صغننين بقى قبل ما أيه أنا أصلا عمالة بحاول وقت ما يخلصش على آه. قد ما أقدر اتفضلي عايز أسألك بقى حضرتك شفتي إنه هي عاملة الند بالند وحضرتك شايفة إن هي محتاجة شوية ذكاء اجتماعي أنا عايزة أقول لها حاجة كمان إيه إنه الميراث والحياة مم. والمسؤولية مش فلوس وبس مم. ما هي يعني عماله يعني اتكلمت آه. على مدارس العيال يعني وعلى تربيتهم وعلى فلوس المدارس يا العيال انا اتكلمت على كل حاجه يا حبيبتي هقول لحضرتك حاجه, حاجة. آه. احنا لو لو قارنا هنلاقي في اباء وامهات في الفتره دي خرجوا اولادهم من مدارس خاصه ودؤهم مدارس حكوميه مم. والاب والام موجودين وبيحبوا اولادهم جدا ومتعاطفين مع اولادهم جدا مم. لان الظروف الاقتصاديه ليها اولويات وساعات بتبقى المدارس الخاصه بس لو ابوهم فلوسه موجوده ومصنع شغال ما انا و... هقول لحضرتك مبالغ في المصاريف في المدارس الخاصه هي لو يعني تخيلي يعني يا دكتور هي بتتكلم عن برضه حاله اقتصاديه بتقول لك احنا عملنا مصنع صغير قد كده وان احنا وكبر. يعني اكيد المدارس مش غاليه قوي كده يا دكتور ربما كانت الظروف مختلفه يعني انا م. عايز لها تخيلي لو جوزك موجود م. لو جوزك اللي موجود والظروف بتاعه المصنع وصلت للحد ده من الدخل م. مش كنتي ساعتها ممكن تفكري انت وجوزك انك تنقلي ولادك من المدارس الخاصه للمدارس الحكوميه؟ ايوه انا وجوزي بس مش جدهم وبالامر انا بشحت انا بشحت هي فلوسي هي لازم تعرف ان جدهم اصبح مكان ابوهم. بس ابوهم ما كانش بيشحتنا الفلوس يا دكتور. ما ربما بصي هيتغير ما كانش بيسم بدني على كل حاجه ما كانش يصدق عليا كلمتين شفي يا سليمه هي لو فضلت حاطه قدام عينيها اه ده هتكره ومش هتعرف تتعايش. وهيزيد المشاكل اي بس ان هو يجي دلوقتي وع... يشيل بند التعليم يا دكتور على إيه... انه رفاهيات هو او يبقى انت بتعمل ايه في بقيه الحاجات يعني انا عايزه اعرف ما هي... حدش ياكل جبنه هي ليه هي فين هي فين آه. انا انا النهارده انا شايفه ان هي ما بتشتغلش اه والولاد في مرحله عم... لسه في مراحل 10 سنين في الدراسه سنين. آه. طب ما تذاكري انتي للولاد ذاكري للولاد آه. وقولي ان وضحي ده حلو بس ممكن تكون قدراتها التعليميه برضو مش قد كده يعني انا شايف انا اللي انا كيومات إن إن كتير جدا ما اعتقدش كانت إن بتنجح كده إيه اللي إن انا عايزه اقوله ان احنا مم. هنحط قدامنا البدايل وناخد انسب بديل اللي يخلينا الى حد ما مرتاحين احنا وولادنا انا حاساكي وعايزه اقول عايزه تقولي لها عايز ان هي إيه تكسب اول واحده الاخت انت عايزه كده؟ لا تكسب الاب والام لا إنه هي عشان تكسب الاب والام لازم تكسب المالية ودنو اه هي دي اللي ماشيه يعني بلاش يعني بلاش هي مش تقدر تكسبها الان هي تكسب هو... المالية ودنو اه هي دي اللي يعني بلاش يعني بلاش هي مش تقدر تكسبها الان هي مش... دي اللي ماشياهم هم مش بيحبوا بعض بس على الاقل اعرف احيدها في بعض الامور م. على الاقل اضم حد لجبهتي ما يبقاش كلهم جبهه واحده وانا ده هم بيعملوا كده وهي لسه البنت ولادها دخلوا في الجبهه الثانيه يعني هي هي سمحت ايوه بس هما بيعملوا كده بعدم ادراكها انا عايزه اقول لها اكسبي مم. على قد ما تقدري الناس في جبهتك بس يا دكتور ده هما بيعملوا كده وهي لسه ما اتجوزتش وهي من حقها ان هي تتجوز اصلا ما هي لو عندها 10 سنين هي تلاقي هي كلها عندها كام سنه هي هي لو فكرت تتجوز هيتحرك محور اهتمامها محور اهتمامها ايوه ايوه دلوقتي هيبقى محور اهتمامها حياتها الجديده وممكن ساعتها تقول لهم خلي الاولاد معاكم لا ممكن أنا بقول يعني لك بتجارب تعمل مع أصل إحنا شغلنا أنا أعرف إن أنت شفتيه بقى إحنا يعني شغلنا كبحث اجتماعي بنمر بكل المتغيرات وكل التجارب اللي ممكن تعيش في الحياة أنا موافقة انت ما عايز أسألك سؤال بقى أخير هل أنت شايفة إن الحالات دي موجودة أكتر في المدن ولا في القرى ولا يعني... لا هي موجودة أكتر في البيئة البسيطة سواء في الارياف او الريف أو, أو, او الاحياء الشعبيه البسيطه لكن في القاهره او او اسكندريه لأن او محافظة في دي في الحياه دي الناس بتتدخل في تفاصيل بعض بدرجه بتعيله وبالعافيه بتعيله و... والكل شايف تفاصيل الحياه ما تعودوش ان الحياه يبقى فيها استقلاليه كبيره أو إن هي وهي بتحكي قالت ان كان قبل ما جوزها يموت كانت برضو اخته بتتدخل وكانت ساعات بتحصل مشاكل فهنا مستوى الخصوصيه بيبقى مفتوح ساعات بيبقى مستوى مفتوح حب عشم بقى عشم فهنا بقولها حاولي حاولي بقدر م. الامكان يعني ما تسيبيش نفسك لمشاعرك السلبيه آه. حاولي بقدر الامكان انك تبصي للجانب المضيء في شخصيه الناس دول، مفيش آه. حد وحش على طول ولا حد كويس طبعًا. على طول. حاولي تفتكري برضه للحمدة او لحماتك المواقف الكويسه اللي كانت بتحصل قبل ما جوزك أو ممكن تحاول تحاولي تحتوي, يعني. تحتوي اخته تشوف مشكلتها تحتوي اخته. بتغير منك ليه؟ بالظبط. ونجيب لها ليه عايزة وحاولي تكسبيها، حاولي آه. تقربي من، يعني حاولي ساعات بتبقى غيره، ساعات بيبقى شعور انه انه لا ده هي ممكن تكون شايفاها ان هي احسن منها ان هي حظها احسن منها حاولي بقدر الامكان تتعاملي مع عقد الناس اللي قدامك بدرجه من الذكاء الحاجه الثانيه ولادك اسمهم على اسم باباهم وجدهم حتى لو خدتي الولايه الاسم لسه موجود ووجود الاسم يعني وجود مسؤوليه يعني وجود اعباء فحاولي بقدر الامكان ان انت تعدي بولادك المرحله دي لغايه لما هم يكبروا شويه وبيبقوا هم كمان السند بتاعك مم. وتتنقل طبيعي الولاية للأسرة أنا بشكرك نورتين رجلية يا لجد جدا استنونا بعد الفاصل لسه هتكلم معاكي شوية نادي استنونا اللي يبص على مشاكل الناس في المحاكم وفي كل حتة هيكتشف إن مفيش فيش أي قانون قدر يخلينا في المدينة الفاضلة لأن الإنسان لو جواه الشر قادر إنه يبوظ كل حاجة حلوة لو هنتكلم بشكل عام في موضوع الوصاية هنلاقي إن كل طرف ممكن يبقى مظلوم وده بجد ممكن يبقى ظالم في نفس الوقت ومش واخد باله لأن مش كل الجدود ولا العمام الأوصياء على ثروة الأب اللي توفى ظالمين وبياكلوا حقوق الناس او حقوق الاطفال الايتام زي ما في جد او عم ممكن مش بس يصونوا الامانه ويراعوا حق الارمله او الاطفال الايتام او عيالهم يعني او لحمهم في ناس محترمه كمان بتصون الامانه لحد ما تسلمها لاصحابها وبيكبروها كمان وزي ما انت ومنى زكي كنتوا مظلومين وضحايا في الحقيقه وفي المسلسل في برضو امهات تانية خدت حق الوصاية او الزوج كان كاتب لها ثروته كلها ما طلعوش قد الامانة طب ايه الحل انا بفكر لو تسمحولي ان اقول رأيي من وجهة نظري المتواضعة على قد كده اقدر اقول ان الموضوع ده صعب يكون في قانون جامع لكل حاجة يرضي كل الاطراف ويقفل الباب قصاد كل الازمات دي لان الخير والشر موجودين جوانا طول الوقت وكل قصة مختلفة عن غيرها. عشان كده بفكر معاكم او بقترح عليكم وعلى كل علماء الدين وفقهاء القانون او الناس اللي بتفهم في القانون يصححوا لي لو انا غلطانه انه ممكن يكون في لجان متخصصه تدرس كل حاله لوحدها يكون فيها خبير نفسي ويكون فيها خبير علم اجتماع، رجل ديني يشوف الزاويه من ناحيته، كل واحد كل طرف يعرض وجهه نظره واللجنه تقرر اني الاحسن للاولاد وتعمله الموضوع ده فعلا شائك وحساس جدا غير باقي القصص اللي ناقشناها قبل كده وان انا اقول في كلمه وخلاص هي دي اللي هتحصل ما ينفعش ولا يخلص في حلقه ولا اتنين ولا عشرة لان ده دور مجتمعي في المقام الاول كلنا لازم نشتغل فيه وكلنا لازم نشتغل عليه وزي ما شفنا الجدل اللي حصل بعد عرض المسلسل وانا في كل الاحوال بشكرك يا ناديه انك خدتي قرار انك تبعتلنا لنا ونحاول ان احنا نتكلم في مشكلتك ولو نبقى جزء بسيط قد كده ولو كل صاحب مشكله قرر ان هو يقوم بدوره ويوصل صوته اكيد دنيتنا دي كلها تختلف كتير انا قلت رايي دلوقتي وقلت لك انا بفكر في ايه وسمعتي معانا راي فضلت الشيخ وسمعتي رجل قانون وجبنا لك كمان دكتور هاله فكري وشوفي ايه الاحسن لك وهستنى منك رساله تطمنيني فيها عملتي ايه؟ وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا يبعتوا لنا، حتى لو ما كناش هنقدر نحل، وحتى لو القانون مش هيتغير دلوقتي. تبقي فضفضتي وقلتي قصتك، ونتعلم منها لبكره، وتبقي لقيتي حد يطبطب عليكي هنا، في قصه حقيقيه. استنونا وحلقه جديده، وابطال تانيين، بس يكونوا ابطال حقيقيين، في قصه حقيقيه. باي باي.